قبل النفط وما بعده، مسافة تحولات اقتصادية واجتماعية بلورت ثقافة وسلوكا استهلاكيا مرتبطا بارتفاع مستوى المعيشة، مع ما يواكب ذلك من تبذير وهدر وارتفاع كمية النفايات المنزلية السائلة وصلبة، بما يؤثر على البيئة البرية والبحرية، وهو ما يستوجب البدء جديا في خلق مصانع لتدوير النفايات وخلق مهن وحرف ومؤسسات مرتبطة بها، فضلا عن توسيع مجالات استخدام الطاقة البديلة، تحريك النشاط الاقتصادي والاستثماري لتحقيق رؤية 2035. الثقافة الاستهلاكية وأثرها على البيئة وترشيد الاستهلاك هي محور نقاشنا اليوم مع ضيوفنا. يسرنا أن نرحب بالمهندس محمد بوشهري، وكيل وزارة الكهرباء والماء. أهلا وسهلا فيك. حياك الله أختي. ونرحب بالدكتور صلاح المضحي، المدير العام للهيئة العامة لحماية البيئة سابقا والأستاذ بجامعة الكويت. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياك الله يسلمك. كما نرحب بالمهندسة دينا النقيب، مدير برنامج المشاريع الرائدة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أهلا وسهلا فيك أستاذة دينا. قبل الحوار أدعوكم لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. شهد المجتمع الكويتي تحولات كبرى مرتبطة بالرفاهية التي أعقبت نمو الصادرات النفطية وعائداتها التي رفعت مستوى المعيشة، وما صاحبه من تغييرات في السلوك الاستهلاكي للمواطنين تصل فيه المبالغة أحيانا درجة التبذير، وهو انعكاس على الإحصاءات البيئية التي تشير إلى أن معدل إنتاج الفردي في الكويت أعلى من كيلوغرام ونصف نفايات يومياً، ما يجعل الكويت تحتل المرتبة 27 على مستوى الإنتاج اليومي للنفايات. ومع الدعوات للترشيد لم يعد من المقبول تحمل القنبلة البيئية الأخرى المعدة للتفجير والمتمثلة في النفايات المنزلية والغازات الدفينة، ما يضع الكويت أمام محك بيئي خطير يستوجب مواجهته بتدوير النفايات السائلة والصلبة بدل الاكتفاء بالمرادم، مع تعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، وفضلا عن مساهمتها في المحافظة على النظام البيئي، فإن صناعة تدوير النفايات والطاقة البديلة يعتبران رافدين اقتصاديين مهمين في توفير الفرص الاستثمارية المريحة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي بحكم دورها الحيوي في خلق فرص العمل عبر بروز مهن وحرف تزدهر في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة في المجالات البيئية. فإعادة التدوير وأحلال الطاقة البديلة يحققان استراتيجية اقتصادية مستدامة للدول تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة، بالإضافة إلى تلبية حاجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، عطفا على ترشيد الاستهلاك كثقافة في مختلف مناحي الحياة، خاصة بعدما تراجع دور المجتمع المدني أو كاد يغيب في المساهمة في ترسيخ ثقافة الترشيد كفعل حضاري بتجليات تنموية. البداية نبدأ مع المهندس محمد. شاهدنا في التقرير ثقافة الترشيد، يعني ما هي أهمية ترسيخ ثقافة الترشيد لدى المواطن؟ أختي الكريمة، في البداية كل الشكر لتلفزيون الكويت وأخص برنامج حديث الديرة على استضافتكم لنا في هذا البرنامج. الحقيقة الحديث عن ثقافة الترشيد بلا شك اليوم أصبح ضرورة. كلنا نعرف أن المجتمعات المتحضرة والمجتمعات المتمدنة تحرص على أن تكون ثقافة الترشيد مرسخة في أذهان أبنائهم وبناتهم من الصغر. ليش؟ بكل بساطة، الترشيد معناته حسن استقلال موارد، سواء كان فرد أو مؤسسة أو دولة. الآن أكو حديث في الدول الأوروبية، إذا رحت المطعم وتبي تطلب أكل مع أنك أنت اللي بتدفع فلوسه،
ترى إذا زاد الأكل عن حاجتك تدفع غرامة. ليش؟ مع أن صاحب المطعم وده يبيع ويربح، لكن لأن عنده ثقافة الترشيد، ولأنه يفكر تفكير خلينا نقول شامل، ما يفكر فقط في نفسه وفي إيش كثر يدخل من ربح، يفكر كأمة كدولة كبشرية. لذلك أنا أعتقد إحنا عندنا أخطاء كثيرة ارتكبت، وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات اللي تقدمها الدولة لعموم المستهلكين بشكل عام وأيضا المواطنين بشكل خاص. ما تعودنا، ما عرفنا قيمة هذه السلع اللي إحنا قاعد نستخدمها أيا كانت هذه السلعة، طالما هي مدعومة فهي رخيصة فهي متوافرة. أعطيك أمثلة اليوم، التموين لأنه رخيص ولأنه متوفر، في بعض الأحيان أكو ناس مو محتاجينه قاعدين آخرين يأخذونه، وقمنا نشوفه ينباع في أماكن أخرى. قيسي عليها الكهرباء والمياه، الدولة تدفع مبالغ ضخمة كدعم لإنتاج الكهرباء والمياه، ولكن للأسف في كثير من الأحيان قاعدين نشاهد هذه المياه المحلات اللي قاعدة تكلف الدولة أموال كثيرة قاعدة تصرف على غسيل سيارات بشكل خاطئ، على غسيل الساحات أمام المنزل، ووصل في البعض منهم يغسل الشارع في هذا الماء الحلو. هذا كله منين جاء؟ هذا جاء لعدم وجود ثقافة الترشيد، لأنه هو مو قاعد يشعر أنه إذا رشد هذه الاستهلاكات بالتالي الجميع سيستفيد، هو يفكر فقط في نفسه. وطالما السلعة رخيصة فما هم أيضا. إذن المجتمعات المتطورة والمتمدنة حتى اللي مدخول الفرد فيها عالي، ولكن لأن عنده ثقافة الترشيد فهو يشعر بأهمية حسن استقلال موارد الدولة، وبالتالي ينعكس عليه في سلوكه اليومي، وينعكس أيضا على أبنائه والمجتمع اللي يحط فيه. نعم. يعني دكتور صلاح، انتقالا من كلام المهندس محمد، كيف يمكن أن نرسخ هذا؟ يعني هل هناك وسائل نتبعها لترسيخ هذه الثقافة، وهل الحكومة هي المسؤولة عن ترسيخ هذه الثقافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك وسائل، فيه وسائل كثيرة. يمكن للأسف احنا فعلا نمط الاستهلاك عندنا عالي مثل ما تفضل باشمهندس محمد، ولكن حالنا حال كثير من الدول، كثير من الدول يعني طورت من هذا الأمر بأن يعني قدمت بعض الحلول، وأنا أعتقد مو مطلوب منا احنا يعني نريد نستكشف أو نكشف العجلة أو نستكشف العجلة مرة أخرى، بل على العكس نقوم بالتطبيقات اللي قاموا فيها دول كثيرة. الجانب الإعلامي مهم جدا، والجانب التربوي أكثر أهمية. الجانب الإعلامي سبق أنه كان فيه هناك حملات إعلامية وقامت فيها أيضا وزارة الكهرباء، وكانت ناجحة على مدى يمكن العشر سنوات الماضية. أنا أعتقد الاستمرار فيها هذا أمر مهم جدا. الجانب التربوي لما تكون هذه أيضا موجودة في مناهجنا، موضوع الاستهلاك المستدام إنجاز التعبير يجب أن يكون أيضا في المراحل الأولية في التعليم. وسبحان الله دائما الصغار من نرسخ فيهم هذا المفهوم ينتقل وياهم لين كبروا، بل ينتقل وياهم حتى في الأسرة، تلقين هم الأشخاص اللي يحرصون على الحفاظ على هذه الموارد. أنا أعتقد هالعنصرين بشكل يعني أساسي بالنسبة للحكومة لا شك، يعني ما في طرف في الحكومة يكون مسؤول أيضا على موضوع الاستهلاك، ولا نستثني أحد. مؤسسات الحكومة اللي منتشرة أيضا الاستهلاك فيها نوعا ما يحتاج الترشيد. كنا نلاحظ كثير من مدارس وزارة التربية وقت الصيف وقت الذروة مثلا، لما يكون إنتاج الطاقة عندنا يعني واصل الذروة، كثير منهم كانوا يعني شقالين في التكييف وغيره وكذا وكذا. أمور نفس هذه لا شك أيضا يحتاج الإنسان أنه أيضا يتبعها ترشيدا. حدى دول مجلس التعاون طلع فيها قرار بأن مؤسسات الدولة كلها يكون معدل الثيرموستات عندهم على 25 سيليزي. في البداية ما تعودوا عليها، بعد فترة بدوا يتعودون عليها. لا شك 25 سيليزي يوفر بشكل كبير في إنتاج الطاقة. فعموما يعني أنا أعتقد الوسيلتين الإعلام وكذلك التربية
لا شك يساعدون بشكل كبير. مهندسة دينا، إذا نبي نتساءل دور المؤسسات العلمية، يعني حضرتك تمثلين أحد المؤسسات العلمية، دورها في ترسيخ ثقافة الترشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا راح أتكلم كدور مؤسسة الكويت التقدم العلمي في ترسيخ ثقافة الترشيد في دولة الكويت. طبعا المؤسسة هي جهة خاصة غير ربحية، فلا يعني لا تمثل القطاع العام، ويرأس مجلس إدارتها سمو الأمير. فإحنا أساس المؤسسة هو ترسيخ مفهوم العلوم والابتكار والتكنولوجيا في دولة الكويت. إحنا نحاول ننشر هذه الثقافة بين الشعب. طبعا وزارة التربية ما تقصر في التعليم بالمدارس، الجامعة، في المعاهد الخاصة والمعاهد أيضا العلمية والجامعات الخاصة. إحنا قاعد نحاول نوصل حق الشعب ككل عن طريق مراكزنا العلمية. طبعا أساس المركز العلمي اللي موجود في السالمية، اللي نحاول إن إحنا نستقطب فيه الطلبة والشباب ويتعرفون فيه على أسس العلم، وفي أيضا بين الفترة والثانية تصير معارض مختلفة. أيضا إحنا نحاول إن إحنا نشجع أيضا البحث العلمي ونشجع بالذات الطلبة. نحاول إحنا نعطي مثلا منحة لطلبة الدكتوراه، بحيث إذا هم متعثرين في البحث العلمي مالهم نساعدهم فيه. طبعا نركز على الثقافة بين الشعب عن طريق دورات علمية، نحاول إحنا نوصل طريقة أكثر للشعب. أيضا عن طريق المشاريع الرائدة اللي إحنا نسويها، المشاريع النموذجية. إحنا نعرف إن مثلا وزارة الكهرباء قاعد تحاول تطبق مثلا المشاريع الطاقة المتجددة في المباني الحكومية. إحنا شلون نقدر نوصلها للشعب؟ فبدينا بالمشاريع الرائده، المشاريع النموذجيه هذه بتطبيقات الطاقه الشمسيه، وصلناها للشعب الحين وفعلا بدات تنتشر الحين. احنا راح نتحدث بتفصيل اكثر عن النقاط اللي ذكرتوها بس بعد الفاصل. فاصل ونواصل حديثنا حول الترشيد في الكويت. عوده لمواصله حديثنا حول ثقافه الترشيد في الكويت. ومهندس محمد، يعني لما نقول ترشيد وكهرباء وماء، يعني هذا اهم موضوع يمكن يهم السكان. نعم. فكيف يمكن الترشيد في الكهرباء والماء من خلال خطط الوزارة؟ أختي الكريمة، موضوع الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء لا ينفصل عن موضوع أساسي وهو ثقافة الترشيد. لا يمكن الوزارة أن تنجح في أن تروج لفكرة الترشيد ما لم تكن ثقافة الترشيد موجودة ومرسخة ولو كانت بدرجات متفاوتة. إذن إحنا نعتمد بشكل أساسي على أن المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، الأسرة، المدرسة يساهمون معنا في تعزيز ثقافة الترشيد. لأن كل مكان المستهلك يشعر بأن موارد الدولة اللي قاعدة تصرف كدعم لإنتاج الكهرباء والماء واللي تصل بآلاف الملايين، يعني اليوم إحنا نتكلم في الميزانية السابقة وصل الدعم لقطاع الكهرباء والماء ما يفوق المليارين دينار، رقم كبير ما هو سهل. نعم. 10% يمثل 100 مليون، رقم مو سهل. لو ننجح في 10 أو 20% معناته احنا قاعد نتكلم عن 200 مليون وفر ممكن نحققها كمجتمع. نعم. زين، الآن الوزارة من خلال البرامج اللي قاعدة تقدمها بالتعاون مع وزارة الإعلام، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بالتعاون مع خلينا نقول مؤسسات المجتمع المدني، قاعدين نحقق نتائج، ولكنها وأقولها بكل صراحة ليست بمستوى الطموح. اليوم أيضا احنا عندنا برامج مكثفة فيما يخص الترشيد من خلال التعاون مع الأخوة في وزارة التربية، وهذه فرصة أن نشكرهم على كل ما يعني قدموه. وعملنا برامج يعني زيارات ميدانية لأكثر من 66 مدرسة في الفترة السابقة، ونجحنا الحقيقة في أن نخلق نوع من التفاعل المجتمعي مع قضية الحفاظ على أو حسن استهلاك الكهرباء والماء. وإحنا دائماً لما نتكلم عن الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، ما هي دعوة لأن الناس تقتر على نفسها وتقصر على نفسها، بالعكس أنا دائما أقول للمستهلكين استهلك من الكهرباء والماء بقدر حاجتك
واستمتع في هذه الخدمة، لكنها خلها تكون بقدر حاجتك. استمتع أنت الآن قاعد في غرفة، الإضاءة شغالة، التكييف شغال، أنت محتاجهم، ما حد يقدر يعني ينتقدك. لكن طالما أنت طلعت من البيت وطلعت من الغرفة، طف الليت مثل ما ذكر أخوي الدكتور صلاح قبل شوي، مجرد أنه نعمل معيار بسيط لموضوع التكييف، بدل ما هو يكون 21-22 لا خليه 25-26، هذا الفرق في هاي الدرجات البسيطة قاعد يوفر معاي 20-30% من استهلاك الكهرباء. كذلك أنظمة الإضاءة، كذلك عنده لما يجي يبني أنظمة العوازل في البيت، كل هذه الأمور بلا شك ستؤدي إلى التوفير في استهلاك الطاقة، والنفع سيعود عليك أنت كمستهلك في البداية لأن فاتورتك قلت، وأيضا على الدولة بشكل عام لأن مقدار الدعم اوتوماتيكيا سيقل. نعم دكتور صلاح، يعني الترشيد أكيد له عوائد مادية ومنافع مادية، لكن على البيئة أيضا لا منافع، إذا نبي نتكلم عن فوائد الترشيد أو منافعها على البيئة. والله شوف، هو لا شك، لكن أيضا حتى قبل لا نتكلم حتى على فوائده، هو في التزام، التزام أدبي وأخلاقي. الكويت من الدول اللي وقعت على الأهداف 17 للتنمية المستدامة قبل حوالي سنتين، يعني سنة ونص تقريبا سنتين في باريس، وال17 هدف هذا لكثير منهم لهم علاقة في الطاقة والحفاظ على البيئة وما يسمى بالسستينابيلتي أو الاستدامة. فبالتالي موضوع تجاوب يعني مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام، هناك يعني التزام أدبي وأخلاقي لا شك. في المقابل نعتقد كذلك أن أي أمر إيجابي في هذا المنحة لابد يكون عليه بوزيتيف امباكت على البيئة. أي يعني عمل إيجابي للبيئة أو على البيئة لا شك هذا يكون مردودة طيب على الجميع، سواء على يعني المقيمين والمواطنين في الكويت وكذلك على مستوى العالم. لو جينا بالذات نتكلم على موضوع الطاقات، يعني الشيء بالشيء يذكر، احنا دولة من اكثر الدول اللي قاعد تستعمل الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة. التحول الى طاقات مختلفة او طاقات متنوعة مثل الرؤية اللي اطلقها صاحب السمو، لا شك هذا يساعد البيئة، يقلل من الاستهلاك، يوفر على الدولة، وأيضا يضيف نوع من أنواع النمط الإيجابي على المجتمع. كثير من الدول المتقدمة الآن قامت تقاس أو يقاس تقدمها الحقيقة بمدى تفاعل المجتمع في الأمور مثل هذه، يعني سواء كانوا صغار السن أو كبار السن. ففي المجمل لا شك أي خطوة إيجابية في اتجاه البيئة مقابلها المكسب كبير جدا، ناهيك على موضوع أو يعني ناهيك على موضوع التقليل من الانبعاثات للهواء. المهندسة دينا، يعني حضرتك ذكرتي أن البرنامج اللي تسوونه في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يعني كان له بصمات على أرض الواقع ونجحت هذه المشاريع، يعني إذا نبي نتحدث أكثر عن هذا المشروع. نعم، إحنا أول شيء المؤسسة استجابة لرؤية صاحب السمو بتأمين 15% من الطلب على الطاقة في عام 2030، وكمحفز إحنا اشتغلنا كمحفز، حاولنا أن نوصل للناس مثل ما ذكرتك أن وزارة الكهرباء قاعد تشتغل على المباني الحكومية، معهد الأبحاث قاعد يبني محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في شقاية. إحنا شلون نقدر نوصل حق باقي الناس؟ فأول بداية كان مشروع نموذجي حق جمعيتين تعاونيتين، تركيب الخلايا الكهربائية. بس هم لازم أقول قبل ما نركب خلايا كهربائية لازم هم نفكر في كفاءة الطاقة. إحنا ما نقدر نحط خلايا كهربائية في مبنى يستهلك طاقة كبيرة، كأنه يعني مثل ما أقول مثل اللي دائما أقوله، عندك تب ماي في متروس ماي ومخروم، فكثر ما تحطين فيه قاعد يطلع. فإحنا لازم نفكر أيضا في كفاءة الطاقة. أكثر شيء يستهلك طاقة في المباني هي المكيفات والإضاءة، اللي لا يمكن الاستغناء عنهم، اللي لا يمكن الاستغناء عنهم بالضبط. وأكثر مستهلك التكييف تقريبا يوصل إلى 60-70%، الإضاءة 15% تقريبا.
فطورنا أنظمة التكييف في جمعية الزهراء التعاونية، طبعا تعاون معنا مجلس الإدارة، وطورنا أنظمة الإضاءة استبدلناها بأنظمة LED، وركبنا الخلايا الكهروضوئية. الجمعية الثانية أيضا بتعاون الجمعية العدلية، بس للأسف ما قدرنا نطور أنظمة التكييف، لأن أنظمة التكييف عندهم كانت وايد قديمة فيحتاج استبدال ففيها تكلفة أكثر. لكن استبدال الإضاءة بالجمعية، الطاقة اللي وفرناها تعتبر ضعف الطاقة الإنتاج للطاقة الشمسية بالمبنى. على سبيل المثال الحين الجمعيتين التعاونيتين وفرنا تقريبا 3000 ميجاوات ساعة من الكهرباء، يعادل 2000 برميل نفط سنويا، 3000 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، تقريبا وفرنا على الدولة 90,000 دينار سنويا. هذا بس جمعيتين. بالنسبة للمرحلة الثانية قلنا خلينا نوصل المنازل، الحين دول العالم كلها قاعد يركبون في منازلهم. احنا بهالأساس هذا نبي نحاول نسوي مثل سياسة في الدولة، متعاونين احنا مع وزارة الكهرباء والماء، موقعين معهم اتفاقية تفاهم بحيث ان احنا نستثمر كمؤسسة في مشاريع نموذجية، ونشتغل مع الوزارة في ايجاد طريقة ان الوفر اللي احنا قاعد نسويه نقدر نستثمره في مشاريع اخرى. وقاعد نشتغل الحين مع الوزارة في ايجاد طريقة لهذا الوفر، نحاول ان نخلي صاحب المنزل هو اللي يعطي طاقة حق الوزارة مثلا. فبهالطريقة هذه يصير في مثل بيع وشراء بين المواطن وبين الوزارة، هذه كلها راح نخلق ان شاء الله سوق عمل جديد. فطبعا هالمشاريع هذه قدرنا نطورها ونكبرها اكثر، لكن ميزانية المؤسسة محدودة، فادرجناها ضمن مشاريع خطة التنمية. الحين توافق عليها في خطة التنمية 1500 منزل وعشر جمعيات تعاونية. فتخيل يعني الحين شكثر نقدر نوفر على الدولة، شكثر راح نوفر من براميل النفط ومن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وإن شاء الله راح نبتدي في المشروع مع مشاريع خطة التنمية بالتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع تكنولوجيا ومع كل الأبحاث العلمية، وأيضا ما نستغنى عن وزارة الكهرباء والماء. مهندس محمد، يعني وزارة الكهرباء مثل ما ذكرت المهندسة دينا، ممكن يكون في تعاون في إيجاد يعني طاقة بديلة إن كان يمكن يعني تسميتها، هذا في مجال الكهرباء. ماذا عن الماء؟ في أول شيء يعني هذه فرصة ومناسبة إنه نشكر كل من يعمل معانا، سواء كانوا الإخوان في مؤسسة الكويت التقدم العلمي وكذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية. الحقيقة هم يعني خلينا نقول سند لنا في تنفيذ كثير من المشاريع. فيما يتعلق في المياه، أيضا عندنا الآن مشروع مع الإخوان في مؤسسة الكويت التقدم العلمي لدراسة تطبيقات حديثة لبعض المرشدات اللي ممكن تستخدم في المنازل، ومن خلالها نقدر نعمل توفير. فالآن احنا في مراحل متقدمة في هذا الموضوع، وتم توقيع العقد مع أحد الشركات المنفذة، وسيتم اختيار أحد المناطق في دولة الكويت لتطبيق هذا الموضوع وتركيب المرشدات الخاصة في المياه. وأنا أعتقد الاستهلاك أو الترشيد في المياه أسهل من الترشيد في الكهرباء. والسبب اليوم خلينا نقول طريقة غسيل السيارات، بدل ما أنت تستخدم الهوز استخدم المسدس المائي، هذا يوفر عليك تقريبا من 50 إلى 60%. استغني عن الهوز وأيضا المسدس المائي بالسطل، توفر تقريبا من 80 إلى 90%. هذا فقط في المياه اللي قاعدة تستخدم لغسيل السيارات. أيضا الساحات الأمامية والحوش، كلنا نذكر قبل الحوش كان ينخم، الحين ماكو كلمة الحوش ينخم، الحين الحوش ينغسل، يحطون الهوز ويلحقون الوساخة بالماء، وهذه طريقة أبدا مو صحيحة، يعني حتى شكلها غلط. انت حوشك فيه غبار، خمه كنسه، خلصت عمليه الكنس بسطل واحد، حط لك معقم مع الماء ونظف الحوش بسطل واحد، قدرت تنظف هذا كله. لكن ارجع واقول لك احنا نحتاج ثقافه الترشيد، احنا نحتاج ناس مقتنعه في انه هذا الماء او السلعه غاليه. على فكره أنا ودي المشاهدين كلهم يسمعون، ترى الكويت مصنفة من الدول الفقيرة بالموارد المائية، وتحديدا إحنا ثاني أفقر دولة في الموارد المائية العذبة. ومع ذلك وشوف المفارقة،
احنا نجي في الترتيب رقم 3 على مستوى العالم في معدل استهلاك الفرد للمياه، يصل الى تقريبا 450 لتر يوميا، بينما الفرد الاوروبي اللي عندهم كل هالانهار وكل مصادر المياه معدل الاستهلاك ماله 220 لتر. اذا اكو خلل، الخلل يجب ان نشخصه ونبتدي نشتغل على كيفية معالجته. احنا في وزارة الكهرباء سابقا بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وزعنا هذه المرشدات المياه. ترى هي رخيصة، يعني اذا تروح مركز لوازم العائلة وتبي تشتري هالاشياء سعرها زهيد. انا اتكلم عن النوعية اللي ممكن تؤدي الى نتيجة، مش اللي شكل تنحط، لا، النوعية اللي تؤدي الى نتيجة. الان المشروع اللي راح ننفذه مع الاخوان في مؤسسة الكويت التقدم العلمي راح نعطيهم جميع المرشدات بتفاصيلها اللي ممكن اذا اشتروها راح تؤدي الى وفر في استهلاكهم، خلينا نقول 20-30%، هذا المقدار بحد ذاته كافي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ايضا قاعدين ندرس الحلول التكنولوجيه. هناك ما يسمى بالمياه الرماديه. ما هي المياه الرماديه؟ هي كل مياه يعني ليست مياه مجاري، يعني الماء اللي تغسل فيه ايدك بالصابون، الماء اللي تستحمى فيه، الماء اللي يستخدم في المطبخ الى اخره. هذا الماء كيف يتم يعني فرز هذا الماء؟ نعم، اذا كان البيت مصمم بطريقه بحيث ان هناك شبكتين، وبالتالي هذه المياه تروح الى شبكه وفيها جهاز تنقيه بسيط ويعاد استخدام هذه المياه سواء للري او للسيفونات وكذا، هذه ممكن توفر ايضا من 20-30%. الان هذه قاعدين ندرسها مع الاخوان في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه لتطبيقها في مدينه جنوب سعد العبد الله، على اعتبار ان مدينه جنوب سعد العبد الله راح تكون من المدن الذكية اللي تسمى بالمدن الذكيه. صحيح. وسميت بالمدينه الذكيه لذكاء الانسان في كيفيه استهلاك الموارد بطريقة اقتصادية. نعم. راح نستكمل حديثنا أكثر ولكن نضطر نطلع فاصل. فاصل ونواصل حديثنا حول الترشيد في الطاقة في الكويت. عودة للحديث حول الترشيد في الكويت، وسؤالي لك دكتور صلاح، يعني تحدث المهندس محمد والمهندسة دينا عن الطاقة البديلة. هل الطاقة البديلة يعني بيئيا أثرها مثل الطاقات العادية اللي نستخدمها، أم أن هناك يعني أضرار أقل؟ هو يمكن لو استعملنا مصطلح الطاقات المتجددة، نعم، قد يكون هو الأنسب لا شك. طبيعي هو الأفضل، يعني لازلنا في الوقت الحالي البلد مصنفة أنها تستعمل مورد واحد وهو الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة، ولا شك الميزانية ضخمة جدا، ذكرها مهندس قبل شوي، يعني نتكلم على فوق المليارين دينار. فالطاقات المتجددة، أي نوع من أنواع الطاقات المتجددة لا شك هو صديق للبيئة. لذلك بعد رؤية صاحب السمو في 2012 إلى الآن الحقيقة، وهذا الشيء بالشيء يذكر، يمكن وزارة الكهرباء خذت الريادة في هذا الأمر، أنشأت لجنة عليا جمعت كل وزارات ومؤسسات الدولة تعقد هذه اللجنة برئاسة معالي الوزير اجتماع شهري، صار لهم الآن فوق السنة تقريبا، قدرنا نحصر عدد المشاريع الموجودة في الطاقات المتجددة. تفاجأنا أن في بعض المشاريع قاموا فيها مؤسسات المجتمع المدني، بل بعضهم حتى في القطاع الخاص قاموا في هذا الأمر. لغاية الآن عندنا بحدود 66 مشروع، نصهم قائم موجودين على أرض الواقع منتشرين على مناطق الكويت كلها، بقية المشاريع هذه لغاية 2021. اللي موجود عندنا على الورق أن في لغاية 2021 قد نصل بإذن الله إلى يمكن 11% من إنتاج الطاقة يكون من الطاقات المتجددة. رؤية صاحب السمو كانت تتكلم على 15% في 2030. إذا مشينا على هذا النمط، وأنا كل ثقة الحقيقة لتفاعل جميع مؤسسات الدولة، بإمكاننا نوصل هذا الرقم، بل يعني بفترة سابقة قد نصل في 2030 أن نتعدى الـ 15%. نهيج على أن هذا الأمر فيه الوفر الشيء الكبير، نمط الاستهلاك بل ثقافة الاستهلاك راح تكون بشكل أكبر لدى المواطن. أنا كل ثقة الحقيقة أن
المواطن والمقيم يعني جاهز لموضوع التشرب أو تشبع الـ 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 النمط هذا أو خلنا نقول المفهوم هذا، لكن هي مسألة وقت. مجرد ما يشوف مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تعمل في هذا الاتجاه لا شك يعني مع الوقت راح يتحول إلى هذا الأمر. أمر آخر باعتقادي راح يساعد هو التكلفة أو التعرفة الجديدة للكهرباء. صحيح تم استثناء القطاع السكني، لكن يهمنا القطاعات الأخرى بما فيهم القطاع الحكومي. كون الحكومة أيضا ما هي بعيدة عن الاستهلاك والاستهلاك المفرط، لذلك لما تطبق هذه التعرفة خلال الفترة البسيطة هذه القادمة راح يكون التوجه إلى الطاقات المتجددة بشكل كبير من جميع القطاعات. لذلك يعني جميعنا متفائلين بأن نتجه لهذا الاتجاه، وهي أيضا من الملامح الحقيقة يعني الجيدة جدا لتقدم الدول سواء كانت الكويت أو حتى دول المنطقة. نعم مهندسة دينا، يعني حضرتك ذكرتي أمثلة لبعض المشاريع اللي قمتوا فيها، لكن هل الطاقة يعني هل الطاقات البديلة وتنوع الطاقة يعني إذا تم نبي نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، وشنو المشاريع الأخرى غير يعني الخضوع إلى الخلايا الشمسية، هل في يعني طرق أخرى؟ طبعا الطاقات البديلة هي نوع الطاقة المتجددة والطاقة البديلة. الطاقة المتجددة مثل طاقة الثينة من الشمس مثلا، الطاقة البديلة ممكن تستخدم طاقة النفايات نقول. بالنسبة للطاقة المتجددة عندنا أنواع منها، طاقة الرياح، طاقة الشمسية اللي هي الخلايا الكهروضوئية، أيضا طاقة شمسية الحرارية. إحنا بالكويت يعني طبعا إذا نبي نطبق هذه المجالات موجودة، بالذات مشروع محل الكويت للأبحاث العلمية بالشقاية الحين ما شاء الله ركبوا طاقة مراوح التوربينات الهوائية، أيضا الخلايا الكهروضوئية، وإن شاء الله راح يخلص الطاقة الشمسية الحرارية. طبعا خلينا نقول الخلايا الكهروضوئية في تطور مستمر، كفاءتها الحين قاعد تزيد أكثر وأكثر. طبعا بالنسبة للكويت طبعا عندنا شمس على طول، بس حرارة الشمس هذه ممكن تأثر على كفاءتها. فالحين أنواع الجديدة بالإيجاب نعم لا تأثر سلبي ساعات، لأن حرارة الشمس ممكن تأثر على كفاءتها من تقل كفاءتها. لكن الحين مع الأنواع المتطورة الجديدة طبعا متوفره وقاعد تشتغل، يعني اللي قاعد نشوفه الحين اللي مركبينا في الجمعيات التعاونيه يعني ما شاء الله يعني قاعد تشتغل جيدا. غير البيوت والجمعيات التعاونيه تحاولون ان توسعون رقعه المشاركه يعني اكثر، يعني الاناره في الشوارع او احنا المؤسسه كمؤسسه احنا يعني السكوب مالنا شويه محدود، لان احنا ميزانيتنا محدوده اصلا، فاحنا قاعد نحاول احنا محفز نحفز استخدام الطاقه المتجدده. فقاعد نحاول نشجع اصحاب المنازل، وقاعد نشوفها طبعا فعلا ان المشروع مال المنازل احنا بدايه كان 150 منزل، اللي عدد الناس اللي سجلوا 1500 شخص، بس طبعا مو كل منزل كان يناسب حق المشروع هذا، لان بعضهم اسطحهم ما كانت تكفي متروسه وهذا، بس قاعد نشوف يعني تجاوب من الناس وايد يعني ان فعلا مؤشر ايجابي. فعلا مؤشر ايجابي يعني فعلا الحين احنا قاعد نحاول، لان ليش احنا قاعد نفكر بالخلايا الكهروضوئيه؟ لان هي سهله الانتشار وسعرها قاعد ينزل الحين مع الوقت، وتقدر تتركها في اي مكان، في مظلات، في سطح المنازل، في اي مكان. بالنسبه حق اللي موجوده بالشوارع انا ساعات يعني اشوفها، بس اشك في طريقه تركيبها يمكن، لان اللي قاعد اشوفها في المماشي اولا مع الفتره قاعد تشوفين شلون قاعد تنتشر عليها الوسخ وما حد قاعد ينظفها، فما ندري من مستلم تنظيفها، هل هي الجمعيه اللي ماسكه المنطقه او لا، فما نعرف. وبعضها مركب طريقه خاطئه لان تحت ظل الشجره او تحت هذا، فطريقه تركيبها ممكن طريقه علميه. فاحنا نحرص ان احنا كمؤسسه نتعاون مع جهه علميه بحيث كان معها الكتب بحث العلميه، بحيث ان احنا فعلا يكون التركيب تحت معايير خاصه وجيده جدا. زين، هل هناك مثلا تشريعات بيئيه تحتاج يعني نحتاجها، حتى ان مثلا يعني احنا لاحظنا الوعي البيئي عند المواطنين يعني صحيح. يبدو انه يعني جيد صحيح. اذا هل نحن بحاجه الى تشريعات بيئيه؟ والله شوفوا يا اسراء، يعني هذا الموضوع من بعد 2014 اعتقد لم يعني الكويت ما هي محتاجه لاي تشريعات جديده. القانون البيئي الشامل اللي طلع في 2014 تقريبا شمل، لأن الكويت لغاية 2014 موقع تقريبا على 8 اتفاقيات بيئية
فبالتالي القانون السابق ما كان شامل هذه الاتفاقيات، لما طلع هذا القانون شمل كل هالاتفاقيات. لذلك لما طلعت العناصر التنمية المستدامة واللي وقعت عليها الكويت في 2015 كانت يعني أوردي مشمولة في هذا القانون. تحفيز قانوني موجود، تجاوب الناس مثل ما ذكرت مهندسة دينا قبل شوي موجود، بل على العكس يمكن هذا اللي شجع حتى الإخوان في المؤسسة بأن يطرحون أو يفكرون في طرح المشروع الثاني 1500 بيت، لأن فعلا تجاوب الناس عالي جدا. فبالتالي هي أعتقد مسألة وقت والتزام من مؤسسات الدولة القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني. هنا أعتقد بكل بساطة راح تجدين المجتمع تلقائيا لقى نفسه في نفس الطريق اللي ماشيين عليها هالقطاعين إن شاء الله. مهندس محمد إيش رأيك بالموضوع، تعليقك يعني؟ يعني أنا تعليقي دائما إنه بالفعل أنا أتفق مع دكتور صلاح، التشريعات موجودة، يبقى فقط علينا التطبيق السليم. يعني إحنا يجب أن تكون عندنا فزعة. إحنا اليوم لما نتكلم عن ترشيد الاستهلاك أيا كان هذا الترشيد، سواء كان الترشيد يخص استهلاك الكهرباء أو المياه، أيضا حتى فيما يتعلق بالنفايات، كلنا نعرف أن في دول أوروبا ترى لك مقدار معين في الأسبوع من النفايات تقدر تطلع برا، أي شيء يزيد عن ذلك فأنت ممكن تدفع زيادة عليه. أنا أقول وكثير منا عاش في دول متطورة وشافوا النمط الحياة الصحيح. إحنا اليوم في كثير من مناحي الحياة ثقافة الترشيد تحتاج إلى ترسيخ عندنا، هذه ما ممكن أنها تترسخ ما لم يشعر المستهلك النهائي بأن إذا مارس أو استهلك هذه السلعة بشكل خاطئ يجب أن يوجه بشكل أو بآخر. وإلا أنا أعتقد ممكن ننجح مع 20-10%، لكن 80% بدون وجود رادع. يعني على سبيل المثال عندنا اليوم في السعودية إذا تغسل الحوش فيها مخالفة، إذا غسلت حوشك بماء في مخالفة وعلى طول يسجلها لك ويخالفك عليها. إحنا هنا في الكويت ولله الحمد قاعدين نقول حق البشر استمتعوا في هذه الخدمات، استهلكوا واستمتعوا ولكن بقدر حاجتك. الزيادة عن الحاجة ليش قاعدين يعني نبذرها؟ أنا للحين من يلاقي إجابة مقنعة حق نفسي حقيقة، من يلاقي إجابة مقنعة؟ لأن في بعض الأحيان شفنا حالات يعني الهوز يهدر ماي والسايق قاعد يسولف مع صبي الجار والماي يهدر، أحد البيوت وصلت فاتورته 16,000 دينار، جانا الوزارة يشتكي ويقول أنه يا جماعة الخير ترى فاتورتي عالية وصدفة هذا البيت كان عليه مثل يعني مخالفة للهدر، قاوينا الفيديو اللي احنا مصورينه طلعت الخدامة اللي تشتغل عنده الماي يهدر وهي تسولف مع خادمة الجار، اكتشف هذا الرجل أن 16,000 دينار ملوته راحوا في البالوعة. بس هذا مثال أعطيكم إياه. وبالتالي أنا أعتقد محافظتنا على مواردنا ستؤدي إلى تخفيض فواتيرنا، ستؤدي إلى حفظ موارد الدولة، ستؤدي إلى المحافظة على البيئة، راح تؤدي في النهاية إلى شعور أن احنا قاعدين نحمي بلدنا ونحمي ثرواتنا ونحمي مواردنا بسلوكنا الترشيدي السليم. ويمكن بعد شيء يذكر الدعوم بشمهندس هي نوع من نوع الرفاهية، لكن أيضا يعني استهلاكنا لها أو استغلالنا لها لا شك هذا أمر. دكتور صلاح رح نتحدث عن هذا عن الدعوم لكن بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل ونواصل حديثنا حول الترشيد في الكويت. عودة من جديد لاستكمال حديثنا. ودكتور صلاح يعني إحنا قبل الفاصل ذكرت إنه موضوع الدعوم. صحيح. تفضل. يعني أنا يمكن استكمالا اللي ذكره بهبة موضوع الدعوم. يعني الدعوم لا شك هو نوع من نوع الرفاهية ونستمتع فيها والله الحمد للكويت، لكن بنفس الوقت يجب أن يشعر المواطن بأنه أيضا شريك في كل شيء، فأنت شريك في إنتاج هذه الطاقة، فمن غير لا كذلك أنك تستهلكها بهذا الشكل. يعني الدعوم موجودة لأن فعلا
لتخفيف يعني الحمل على كاهل المستهلك، لكن لا شك الاستهلاك الموزون المتوازن هذا مطلوب. وأيضا يعني المشرعين والحكومة مشكورين في موضوع أنه أيضا رفع التكلفة اللي صار استثنى منه القطاع السكني، لا يعني ذلك استمرارنا في هذا النمط، بل على العكس يفترض أنه وكل مواطن خفير، لا شك أنه في المطلوب منه في هذا أيضا نقدر هذا الأمر، لأنه يجب أن نستشعر أن هذا الـ يعني الإنتاج هو ملك لنا، إنتاجنا أموالنا، فبالتالي يعني استهلاكنا بشكل مستدام يعني وايد أفضل لنا من الوضع الحالي. بعد أحب أذكر أن الدعم هو أساس اللي يخلي الشعب يستهلك أكثر، لأن طبعا الأجهزة الموفرة للطاقة متوفرة بالكويت وايد، بس الواحد لما يقول أنا قاعدة أدفع فلسين حق الكهرباء، قاعدة أحط 100 فلس حق لمبة، ليش أروح أحط لي 5 دنانير حق لمبة موفرة للطاقة؟ الجدوى الاقتصادية مالها مو حق صاحب المنزل، حق وزارة الكهرباء. والدراسات اللي مسوينها من قبل أيضا تثبت أن أي جهاز ذو كفاءة عالية تركب في المنزل الفائدة تعود على الوزارة أكثر من صاحب المنزل، هو يدفع فلسين. فبدال الدعم نقدر نعطي مستحفزات أو محفزات حق أصحاب المنازل، مثل ما احنا نعطي تموين ممكن نعطيهم مثلا تموين في الإضاءة، ممكن نحفز صاحب المنزل مثلا يشتري خلينا نقول الغسالة ذات الكفاءة العالية، نعطيه مثل خصم، أو الوزارة ممكن تدعمه أكثر. فهذه ممكن سياسات تقدر تسويها الوزارة، بحيث إن عن يعني غير الدعم نعطيهم تحفيز علشان يساعدون، يعني يصير مثل توازن بين استهلاكهم ويحصلون على وزارة الكهرباء. أنا أعتقد المبدأ سليم اللي قاعد تتكلم فيه الأخ دينا. إحنا في وزارة الكهرباء والماء لما نتكلم عن الترشيد فإحنا نتكلم عن عدة عناصر. أحد العناصر هو الثقافة، أكو عناصر أخرى اللي هي التقنيات المستخدمة اللي أنت من خلالها أنت ترشد الاستهلاك بدون ما تقصر على نفسك بشيء. على سبيل المثال في التكييف، الآن هناك بعض الأجهزة التكييف الكمبريسر ماله يستهلك طاقة أقل ويعطيك نفس الكفاءة، فإذا أنت رشدت في استهلاك الطاقة من خلال التكنولوجي نفسها، من خلال التكنولوجيا اللي استخدمتها. أيضا في وزارة الكهرباء والماء ومن باب أيضا دعم المواطنين، كلنا نعرف الآن أكو 30,000 توجه كمنحة للي قاعدين يبنون بيوتهم. خاطبنا وزارة التجارة وقلنا لهم يجب أن يوجه هذا الدعم إلى 3 أنواع أو 4 أنواع من المواد اللي إذا تم استخدامها في البيت هذه تلقائيا تؤدي إلى خفض في استهلاك الكهرباء. على سبيل المثال الطابوق الأبيض العازل بدل ما يكون 20 في 15 يكون 30 في 30. أيضا النوافذ اللي هي تكون ثنائية اللي هم الدبل جليس يسمونه، وأيضا أنظمة العازل اللي يعزلون فيها السطح وإلى آخره. لما نبتدي نستخدم هذه المواد هذه تلقائيا تؤدي إلى ترشيد الاستهلاك. إذن وزارة الكهرباء والماء يعني كدولة قاعدة تساهم مع المواطنين في مراحل متعددة، سواء كان في أثناء بناء البيت أو أيضا في موضوع الفاتورة، قاعدة تساهم في أنك أنت ما يصير عليك عبء زيادة، ولكن كل اللي مطلوب هو حسن الاستهلاك وتقدير الحاجة الفعلية لاستخدام سواء الكهرباء أو المياه. وأنا أعتقد يمكن وزارة الكهرباء والماء بدينا نطلع عن النمط التقليدي في موضوع الترشيد، بدينا نروح للدواوين، وأنا أعتقد هذه خطوة ناجحة وأشكر فيها حقيقة السادة المحافظين في كل المحافظات، فهم ساهموا معانا في أن نعمل زيارات للدواوين. ترى الزيارة للديوانية وكنا ناخذ معانا مهندسين وفنيين يشرحون لرواد الديوانية الأنظمة، سواء كانت أنظمة التكييف، أنظمة الإضاءة أو المرشدات المياه، فيما لو تم استخدامها في البيت إيش كثر أنتم راح تستفيدون. لقينا حقيقة تجاوب جدا ممتاز، وإن شاء الله سنستمر في هذه الزيارات إلى الدواوين، بجانب أيضا النمط التقليدي اللي هو من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك زيارة المدارس. هل تؤيدون أن يكون في إلزام
لمثلا المدن الجديده اللي راح تبني انها تعتمد يعني هذه التقنيات، يعني مثل مدينه مثلا جنوب سعد العبد الله. مدينه جنوب سعد العبد الله حقيقه الاخوان في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه نجحوا في انهم يعني يتبنون نموذج متطور بالتعاون مع الحكومة الكورية في تأسيس شركة لتنفيذ هذه المشاريع، وستكون هذه المدينة فعلا تحمل المدينة اسم المدينة الذكية بمعنى حسن استغلال الموارد، سواء كانت هذه تتعلق في الكهرباء أو المياه أو حتى الطرقات وطريقة تصميمها، أيضا الزراعات، أيضا طريقة البناء، الطاقات المتجددة، كل هذا مأخوذ بعين الاعتبار. وبالتالي حقيقة يعني احنا نتطلع أن تكون مدينة جنوب سعد العبد الله مدينة نموذجية. دكتور صلاح برأيك؟ يمكن بالعكس وهبة كثفة ووفى فيها لا شك، بس أنا أعتقد أتمنى تكون هذه نواة لمدن مستقبلية. لا شك لما تكون الدولة هي اللي قاعد تبني، هو ما راح يكون إلزام على المواطن بغض ما هو توجيه أمثل للمشاريع اللي تبنيها الدولة. فإذا صارت هذه النواة وناجحة، لا شك المشاريع القادمة حسب إعلان الإخوان في المؤسسة خلال 13 سنة القادمة راح يبنون عدد من البيوت يماثل ما تم بناءه من يعني يمكن حوالي خلينا نقول 50 سنة تقريبا. فلا شك هذا عدد كبير جدا. فأعتقد أخذ هذا النموذج وإعادة تطبيقه مرة أخرى راح يساهم بشكل كبير جدا في موضوع الترشيد. المهندسة دينا يعني تعليقك، خصوصا أن حضرتك قلتي أن يعني إضافة هذه التكنولوجيا أو هذه الطاقات على المنازل القديمة يمكن أصعب من وضعها في مدن جديدة. بالطبع، وأنا قاعدة ألاحظ حتى الشباب الحين اللي قاعد يحاولون يبنون صار عندهم وعي أكثر. يعني حاليا قدموا لنا لجنة شباب سكان الوفرة، منطقة الوفرة السكنية، مسوي لهم لجنة ويبون يركبون في بيوتهم طاقة شمسية، وأيضا يبون يسوون نظام بيتهم بحساس أن يكون ذو كفاءة عالية. فطبعا وجهناهم احنا حق معهد الابحاث وسجلناهم ايضا من ضمن ال 1500 بيت القادمين. فانا قاعد الاحظ ان الشباب الحين قاعد يحسون اكثر في القيمه، بالذات انه يعني هم متوقعين يمكن بعد التعرفه الجديده راح تكون ايضا راح تحوش المنازل. اتوقع ان الحين بدينا في المباني الاستثماريه والحكوميه، لكن اتوقع ان في المستقبل القريب راح يكون على القطاع السكني. فعندهم وعي الشباب وما شاء الله عليهم، الحين قاعد اشوفهم فعلا يعني قاعد يتجهون حق توفير الطاقة في المنازل. وفي مثل يعني مثل ما يقول أكو مثل عالم يقول عامل الأرض جيدا. إحنا لم نرثها من أجدادنا لكن أحفادنا أعطونا إياها. فهذيل الشباب هم قاعد يحسون فعلا في هالشيء هذا، فقاعد يحاولون فعلا أنهم يوفرون موارد الدولة. يعني الحديث عن الترشيد يطول، لكن في نهاية الحلقة يعني أسمع كلمة أخيرة من حضراتكم. أختي الكريمة، يمكن هذه فرصة ومناسبة من خلال تلفزيون الكويت أنه أدعو الجميع حقيقة، وخصوصا أن احنا داخلين على فصل صيف وكلنا نعرف درجات الحرارة دائما تكون عالية وذروة الأحمال تكون في هذه الفترة، وخصوصا في شهر رمضان، وكلنا نعرف أغلب الكويتيين ما يتركون الديرة في رمضان حتى لو كان إجازة. فيعني النصيحة لهم، استمتعوا بخدمات الوزارة من الكهرباء والمياه ولكن بقدر حاجتكم. نعم. دكتور صلاح، أنا يمكن دعوة سريعة للقطاعين الصناعي والاستثماري، هم من أوائل القطاعات اللي راح يتم تطبيق عليهم التعرفة الجديدة. وزارة الكهرباء الآن من خلال فريق متخصص من مهندسين كلهم شباب وشابات من الكفاءات الوطنية موجودين لمساعدتكم. أتمنى أن يتواصلون مع الوزارة لبحث موضوع استثمار الطاقات المتجددة عندهم، لأن باعتقادي هم كونهم من أوائل القطاعات اللي راح يتم يعني رفع التكلفة عليهم، يجب أن يعرفون أن من المناسب جدا الاستثمار في هذا المجال، والوزارة بشبابها مستعدين لتقديم هذه الخدمات. نعم. مهندسة دينا، ثقافة الترشيد طبعا هي تضم كل الشعب. عندنا الشباب، عندنا الكبار بالسن. طبعا الحملات الإعلامية قاعد تصير حملات مثلا ما تخاطب شريحة المجتمع ككل، فاحنا بنركز مثلا الشباب نعطيهم حملة شكل غير.
الكبار بالسن مثلا تكون نعرف شلون نتوجه لهم. اعتقد حتى الحملات الاعلاميه ما ستكون فتره محدده وفقط يعني لازم تستمر. احنا عندنا طبعا طبيعه النفس البشريه يبي لها فتره طويله علشان تتغير نمط حياتها. فاتوقع ان احنا يجب ان نعدل من الحملات الاعلاميه ونرسخ ايضا ثقافه الترشيد نبتدي فيها من الاطفال من الاساس. نعم. ختاما يعني لا يسعني الا ان اشكر المهندس محمد بوشهري وكيل وزاره الكهرباء والماء، وايضا نتقدم الشكر الجزيل للدكتور صلاح المطحي المدير العام للهيئه العامه لحمايه البيئه السابق والاستاذ بجامعه الكويت، واكيد كل الشكر لك مهندسه دينا النقيب مدير برنامج المشاريع الرائده في مؤسسه الكويت للتقدم العلمي. شكرا مشاهدينا، شكرا لكم حسن المتابعه والى اللقاء.